السيشن بتاعت النهارده introduction to biostatistics. انا الاول اعرف بنفسي، انا الدكتور ايمان عبد العظيم. انا شغاله دلوقتي visiting researcher في Leiden University، وشغاله برضو freelancer junior biostatistician على جنب. اشتغلت قبل كده كذا حاجه، اشتغلت market research في ابسوس، واشتغلت community pharmacist عادي و patient educator في ريكت. انا خريجه كليه صيدله جامعه القاهره 2013. الكورسات اللي خدتها، خدت كورسات كتير داتا اناليسس، خدت كورس ميديكال رايتنج، وخدت كورس باي ستاتستيك سبيشاليزيشن مع مارس. وانا جي سي بي سيرتيفايد من نيدم. انا بس حط يعني انا ما كنتش عايزه احط الكورسات، بس قلت احط لكم الكورسات بالتواريخ بتاعتها، ان انتوا لو تلاحظوا التواريخ كلها 2020. اللي انا وصلت له ده كله في خلال سنه واحده. لو انتوا حابين حاجه فعلا وقعدتوا تذاكروا فيها كتير وتعبتوا فيها، يعني انا بشجعكم ان انتوا هتوصلوا لحاجات كتير انتوا حابينها. بس انا مش كده حطيت الكورسات يعني. اوكي، الكونتنت بتاعت السيشن النهارده هنتكلم عن البايو ستاتستكس، والرول بتاع البايو ستاتستيشن هو بيعمل ايه بالظبط. هنتكلم عن انواع الستاتستكس، وطبعا الستاتستكس احنا بنتعامل مع داتا، فهنتكلم عن التايب اوف داتا، واكوردنج للتايب اوف داتا اللي عندنا هنشوف احنا هنعمل انهي تيست، وبعد كده هنراب اب كل اللي احنا خدناه النهارده ان شاء الله. اول حاجه يعني ايه بايو ستاتستكس؟ او بس باختصار، او احنا بنطبق الاستاتستكس بس على البيولوجيكال داتا. يعني ايه؟ يعني احنا بنجمع الداتا اللي عندنا، كولكتنج اورجانيزنج، بننظمها، وممكن نعمل لها سمرايزنج، ان احنا نعمل لها سمرايزنج وبعد كده نحللها ونعمل انتربريتيشن للريزلتس بعد التحاليل ديت، ونبريزنت الداتا. بس الداتا دي تكون ليها بيولوجيكال امبورتنس. ده الفرق ما بين الاستاتستكس والبايو ستاتستكس. هو هي الاستاتستكس بس الحاجات اللي ليها بيولوجيكال امبورتنس زي الايه، زي البابليك هيلث والبيوميديكال ساينس والجينيتكس والكلينيكال ريسيرش. بنستخدم البايو ستاتستكس في ايه؟ بنستخدمها في الكلينيكال ترايلز والجينومكس والإيديميولوجي والنيوتريشن والجينيتكس. اي حاجه ليها علاقه بالبيولوجي لما نستخدم فيها ستاتستكس بتبقى اسمها بايو ستاتستكس. ده الفرق ما بينهم. الرول بتاع البايو ستاتستيشن والامباكت، الرول بتاع البايو ستاتستيشن كتير قوي على حسب هو في انهي مجال. انا معظم شغلي از فريلانسر شغاله في الكلينيكال ترايلز او الكلينيكال ريسيرش، وفي الجامعه شغاله في المالتي اومكس. فانا هكلمكم على التو رولز ديت، بس البايو ستاتستيشن بيشتغل في حاجات كتير. في الكلينيكال ترايل اول حاجه هو بيبارتيسيبيت في البروتوكول والستدي ديزاين. انت لما تيجي تعمل كلينيكال ترايل بتكتب في الاول بروتوكول، ايه الهدف من الدراسه دي. فهو بيبارتيسيبيت في البروتوكول ليه؟ عشان خاطر يحط الداتا اللي المفروض تتجمع اللي هتساعد ان هم يثبتوا الفرضيه بتاعت الدراسه دي. يعني زي مثلا احنا عايزين نثبت فرضيه ان دواء اكس احسن من دواء واي، فهو من الاول خالص بيساعد في البروتوكول عشان يقول لهم احنا محتاجين نجمع كذا وكذا وكذا، عشان ده هيساعدنا ان احنا نثبت الهايبوثيسز دي. وطبعا هو اللي بيحدد السامبل كالكوليشن. المفروض كل استدي قبل ما تتعمل بيبقى ليها باور، ان احنا نشوف الاستديات الباور بتاعها قد ايه. فعلى حسب الباور بتاعت الاستدي هو بيحدد السامبلز المفروض ناخدها من البيشنتس اللي عندنا، عشان خاطر الاستدي تبقى باورفل انف ان هي تثبت فعلا ان الفرضيه بتاعتنا. وبرضه بيساعد في الداتا كوليكشن، ده ليه علاقه زي البروتوكول والستدي ديزاين، عشان يقول لهم ايه الداتا بالظبط اللي احنا محتاجينها علشان نعمل الستاتيكال اناليسيس. يعني ما ينفعش مثلا نكون ان احنا بنعمل كلينيكال ترايل على مثلا دراج بيقلل الهايبرتنشن وما يحطش في الداتا كولكشن ان هو يجمع البلد بريشر بتاعت البيشنتس. فهو بيراجع الداتا، بيراجع مع الداتا مانجمنت، الداتا مانجر ايه الداتا بالظبط اللي احنا عايزينها. وطبعا الرول الاساسيه بتاعته ان هو بيعمل ستاتستيكال اناليسيس بتاعت الكلينيكال ترايل ديت، وبعد كده بيساعد في جزء من الكلينيكال ستدي ريبورت اللي هو الستاتستيكال ريبورت، ان هو بيقول بقى بعد ما عملنا التحاليل الاحصائيه دي كلها ايه النتيجه، ويحطها في الريبورت بتاعه. البايو ستاتستيشن برضو بيدخل في مجالات تانية كتير، في الابيديميولوجيكال ستاديز ان هو يشوف الاوريجن بتاع الديزيزز، وفي الجيوغرافيكال ديستريبيوشن والديزيزز والريسك فاكتور، في الجينومكس طبعا اللي هو البايو انفورماتكس هي بتتعامل مع الجينومكس او المالتي اومكس عامه. انا شغلي في الجامعه في الميتابولومكس، ان انا بعمل داتا اناليسيس للداتا اللي طالعه من السنجل سيل اناليسيس بالماس سبيك. يعني احنا بنعمل الماس سبيك لاي حاجه عندنا ونطلع منها داتا، وبعد كده بعمل لها داتا اناليسيس. ديت هي البايو ستاتستكس في الميتابولومكس. اوكي،
ايه الامباكت بتاع البايس ستيشن، الناس بتقول ايه يعني البايس ستيشن بيعمل ايه او ايه مهمته. يعني باختصار هو من دوره مهم جدا، يعني احنا دلوقتي في عصر الكورونا وفي كميه الفاكسينز اللي طالعه، ايه اللي بيقول ان فاكسين فايزر مثلا احسن من استرازينيكا او استرازينيكا احسن من جانسون او ان هم عملوا كلينيكال ترايلز باستخدام الفاكسين دي. فبعد ما عمل كلينيكال ترايلز البايس ستيشن هو انا بيجي ياخد الريزلت طلعت من الكلينيكال ترايل دي وبيحللها وبيطلع في الاخر افيكاسي او سيجنيفيكانس على اساس الداتا اللي البايس ستيشن بيطلعها. احنا بنقول الفاكسين ده احسن في ايه او اقل او اوحش من التاني في ايه. فمعنى كان البايس ستيشن ليهم امباكت كبير، هم بيبقوا فعلا بيغيروا في الواقع، هم بي 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 بيعملوا حاجه مهمه. انا اصلا اول ما ابتديت ان انا عايزه اتعلم بايوستاتستكس ان انا كنت عايزه اغير اعمل حاجه ليها واقع مهم. ودلوقتي بعد ما اشتغلت في الجامعه انا دلوقتي بنحلل بعمل اناليسيس تيست للكوفيد تيست باستخدام الماس سبيك، ان هو بمعنى صح ان هو بيشوف البيشنت دوت عنده كوفيد ولا لا بس باستخدام الماس سبيك. فمعنى كده ان فعلا الواحد بيعمل حاجه مهمه. ندخل بقى في السيشن بتاعتنا. احنا عندنا نوعين كبار اللي هو زي انت لو قسمت الستاتستكس لايه بتقسم لديسكريبتيف وانفرنشال. ديسكريبتيف هي شرحه نفسها، ان انت بتديسكرايب الداتا اللي قدامك، انت بتقول مثلا السامبل اللي قدامي ديت عمرهم بتتراوح من كذا لكذا، الميلز كذا والفيميلز كذا، المين مثلا بتاع البلد بريشر بتاعهم كذا. انت بتوصف الداتا اللي قدامك، انت ما بتعملش اي حاجه. الانفرنشال ستاتستكس ايه؟ عشان نفهم الانفرنشال ستاتستكس مفروض نفهم الرسمه اللي قدامنا دي. احنا بيبقى عندنا population سي مثلا كل مرضى الضغط اللي في العالم، هل احنا مثلا نقدر نقيس كل البلد بريشر بتاع مرضى الضغط اللي في العالم؟ استحاله، مش هنعرف نعمل كده. فاحنا عشان خاطر نعمل زي ريسيرش او كده بناخد من البوبوليشن ديت سامبل. السامبل ديت اللي هو الناس عندهم مرض ضغط بناخدهم بقى بأي كان طريقه معينه، وفي طرق كتير للسامبلينج، وبنشتغل بقى على السامبل اللي عندنا. خلاص احنا مش بنشتغل بعد كده على البوبوليشن، بنوصف بقى السامبل اللي عندنا اللي هي دي الديسكريبتيف ستاتستكس، ان احنا بنوصف الداتا اللي عندنا وبنعمل لها برزنتيشن في تيبلز وبلوتس، وبعد كده بنعمل ستاتستيكال اناليسيس على السامبل ديت، ومن الستاتستيكال اناليسيس ده بنطلع بريزلت او كونكلوجن. من الريزلتس والكونكلوجن اللي احنا عملناها على السامبل دي بنقول ان هي باي انفرنشال هتطبق على البوبوليشن. يعني زي مثلا عملنا دراج اكس وواي على السامبل دي ولقينا ان دراج اكس احسن من واي على السامبل، بالتبعيه او يعني بالانفرنشال بنقول ان هو على البوبوليشن هيبقى دراج اكس احسن من واي. ده معنى الانفرنشال ستاتستكس، ان احنا مش بنقيس البوبوليشن كلهم، لا احنا بنقيس السامبل وبعد كده بنطبق على البوبوليشن. دوت الفرق ما بين الانفرنشال ستاتستكس والديسكريبتيف ستاتستكس. بما ان بقى الديسكريبتيف ستاتستكس عامه بتتعامل مع داتا، المفروض نفهم معنى انواع الداتا اللي عندنا. الداتا بتتقسم لنوعين سهلين جدا، نوميريكال وكاتيجوريكال. النوميريكال باينه من اسمها هي ارقام نمبرز اي ان كان، والكاتيجوريكال هي كلمات كلام، انت بتوصف حاجه، بتوصف لون عين، بتوصف جندر ميل ولا فيميل، اثنيستي، ديت معنى الكاتيجوريكال. النيوميريكال فيهم نوعين كبار، انا مش عارف هو ينفع الناس تجاوب ولا لا، بس حد يعرف ايه مثلا ممكن تكون انواع النيوميريكال؟ غالبا انا شايفه الشات قدامي. خلاص انا هقول، انا مش عارف الناس ينفع تجاوب ولا لا. النيوميريكال فيهم نوعين، فيهم نوع اسمه كونتينوس، مفيش غيره، نوع continuous ونوع discrete. continuous باينه من اسمها، اوكي باينه من اسمها ان هي بتفضل مكمله، معناها ان هي بتفضل مكمله، ان هو مثلا الايج هو بالسنه، زي مثلا 50 سنه تفضل مكمله، ان هي infinite، انت بتفضل تقسمها لغايه لما عادي ممكن توصفها بطريقه صغيره جدا ان هي تفضل مكمله معاك. ال 50 سنه ممكن تبقى infinite تتقسم ل 50 لكذا شهر، وبعد كده كذا شهر تقسم لكذا ويك، وبعد كذا ويك تقسم لكذا يوم، كذا ساعه، دقيقه، ثانيه، ملي سكند، مش عارف، ان هي infinite. ده معنى الكونتينوس. الديسكريت معنى ان حاجه ما ينفعش تتقسم، يعني مثلا زي number of children مثلا، ما ينفعش انا عندي مثلا two children مثلا، ما ينفعش اقول انا عندي طفل ونص، انا ما ينفعش اقسم number of children. ده معنى discrete اللي هي finite option.
الكاتيجوريكال في منهم نوعين، الاوردينال والنومينال. الاوردينال باينه من اسمها اللي هي باي اوردر، انت بترتب الحاجه زي ايه، زي البين سيفيرتي، ويك انترميديت فيري سيفير وهكذا، الساتسفاكشن ريت، المود، اي حاجه بتترتب من صغير لكبير او من ضعيف لقوي ايا كان، دي اسمها اوردينال. النومينال داتا ان انت بتوصف الداتا زي ما هي، لون عين، بلاد تايب، فيميل ولا ميل، اي حاجه، هي دي اسمها نومينال كاتيجوريكال داتا. اوكي، نرجع بقى للستاتستكس بتاعتنا اللي هي الديسكريبتيف ستاتستكس. احنا دلوقتي هنعمل هوريكم مثال للديسكريبتيف ستاتستكس على حسب نوع الداتا اللي عندنا. ده ايه؟ ده تيبل عادي، لو انت مثلا بتعمل اي ريسيرش عندك ممكن يجي لك، وانت المفروض بقى تبدا بقى تقرا التيبل اللي قدامك ده بيقول ايه. عندنا هنا الجندر، الجندر زي ما احنا قلنا ميل وفيميل، يبقى كاتيجوريكال داتا. الايج دوت نمبرز، يبقى نيوميريكال كونتينوس، يعني الايج بيتقسم، دي كاتيجوريكال برضو. بلاد جلوكوز ليفل نيوميريكال، في هنا يعني هي انا ما قلتهاش قبل كده بس عشان تبقوا فاهمين معناها، هايبرتنشن 1 و 0 غالبا لما تشوفوا 1 و 0 دي بتبقى اسمها دامي فاريبل. دامي فاريبل يعني حاجه احنا اللي عاملينها، هي مش معموله. فيما معناه ايه؟ ان هو بدل ما تكتب هنا ان هي 0 معناه ان هو ما عندوش هايبرتنشن، و1 معناها هايبرتنشن، بتحطها بارقام عشان بعد كده في الاستاتستيكال تيست اوقات بتبقى محتاجه ان كل الداتا تبقى نوميريكال، بتبقى ارقام يعني. فانت هنا بتعبر عن وجود الهايبرتنشن ولا لا برقم 0 ما عندوش، 1 عنده، دي بتبقى اسمها دامي فاريبل، ودي احنا اللي بنعملها. اوقات بتجي لك جاهزه، اوقات انت از ا بايوستاتستيشن بتبقى انت المطلوب تعملها في شغل. اوكي، نقول بقى لو احنا عندنا كاتيجوريكال داتا هنوصفها ازاي. هنوصف الداتا غالبا بتيبلز وبلوتس. اول حاجه بتيبلز بنوصفها بالطريقه دي، الجندر هو اللي هو الكاتيجوريكال داتا اللي عندنا، ميل وفيميل بنوصفه بالفريكوانسي، فريكوانسي يعني كاونت، احنا عندنا 8 فيميل في التيبل اللي عندنا، عندنا 4 ميل، والبرسنتج اللي هو كام في الميه، ال 8 دول كام في الميه من التوتال، وال 4 دول كام في الميه من التوتال، بتعمل لهم بلوت في جراف. الجراف ده اسمه بار شورت او بار بلوت، اللي هو مجموع ال 66 و 33% دول هيبقى 100%، يقول لك الفيميل كام في الميه من السامبل اللي عندك، والميل كام في الميه من السامبل اللي عندك. اوقات ممكن تعمل السمري تيبل ده بطريقه مختلفه، مش ان انت بس مجرد تقول الفيميل عددهم كذا ولا الميل عددهم كذا، لا، هو مثلا هو اللي يعني ايا كان اللي بيعمل ريسيرش ده بيطلب يقول لك انا عايز الجندر يبقى هو الريفرنس بتاعي ان انا اقسم بعد كده الداتا عليه. معنى ان هو الريفرنس بتاعي ان انا هنا قسمت الداتا بتاعتي في الاول لميل وفيميل، ميل وفيميل دول عايز اعرف الفيميل دول بقى البلاد كوز ليفل بتاعهم قد ايه، بنجيب المين بتاعها، والميل البلاد جلوكوز ليفل بتاعهم قد ايه بنجيب المين بتاعها، وقد ايه من الفيميل عندهم هايبرتنشن وقد ايه ما عندهمش هايبرتنشن، وقد ايه ميل عندهم هايبرتنشن وقد ايه. فالسمري بتاعت الداتا او الديسكريبتيف ستاتستكس ممكن تبقى بطرق مختلفه جدا على حسب انت عايز ايه من الداتا، او ايه انت عايز تجاوب على ايه بالظبط، ولا ايه سؤالك من الريسيرش بتاعك. هل هنا انت مثلا عايز تعرف قد ايه من الفيميل عندهم هايبرتنشن ولا لا، وقد ايه من الميل عندهم، ده ساعتها هيجاوب على السؤال ده. ونفس الكلام احنا هنا بنعمل له بلوتين بالبار شورت. طب دوت لو عندنا كاتيجوريكال داتا. لو عندنا بقى نيوميريكال داتا، السلايد ديت يعني محدش اتخض منها، بس هي اول ما بتفهموها الدنيا بتبقى بسيطه جدا وبتسهل لكم حاجات كتير. اظن انتوا يعني انا معظمكم صيادله او شغالين عامه في البايو او بتدرسوا بايو او كده، فشفتوا البلوت ده قبل كده، ده اسمه بوكس بلوت. يعني ايه بوكس بلوت؟ دوت هو بلوتنج للنيوميريكال داتا اللي عندي. يعني ايه برضو؟ انا حاطه لكم البوكس بلوت دوت هنا مع التيبلز بتاع النيوميريكال داتا عشان افهمكم الدنيا جت ازاي. في الغالب يعني بنسبه 90% لو الداتا اللي عندك نيوميريكال مطلوب منك ان انت تعمل لها ريبورتنج، بتعمل لها ريبورتنج بالمين اللي هو ده والستاندرد ديفيشن. معنى ايه مين والستاندرد ديفيشن؟ اول حاجه بس اللي هو الكولوم جلوكوز دوت هو نفس الكولوم اللي كان عندنا في التيبل ده، فانا خدت بس الكولوم ده وهشتغل عليه لان هو نيوميريكال داتا. اوكي، الجلوكوز ليفل دوت نيوميريكال، فمعنى يعني ايه مين؟ المين اللي هو المتوسط بتاع الجلوكوز ليفل، اللي هو مجموع الجلوكوز ليفل على عددهم جه من المين. انت غالبا لما بتعمل ريبورتنج نيوميريكال داتا بتعملها نيومير والستاندرد ديفيشن،
يعني ايه standard deviation؟ يعني اللي هو dispersion بتاع الداتا حوالين المين. يعني هو جايب لي هنا المين بتاع البلك كوكوس ليفل 130 والستاندرد ديفيشن 58، معنى كده ان هو بيقول لك ان معظم الداتا بتتوزع حوالين المين فوق وتحت 58، يعني 130 زائد 58 و130 ناقص 58، معظم الداتا موجوده في الحته دي. ماشي. في بقى اوقات ناس بتطلب 5 سمري ستاتستكس. يعني ايه 5 سمري ستاتستكس؟ ال 5 سمري ستاتستكس دول هم اللي موجودين في البوكس بلوت. عشان نحسب ال 5 سمري ستاتستكس المفروض نفهم هي جت ازاي. اول حاجه ده الكولوم اللي انا قلت لكم ان احنا اشتغلنا عليه. اوكي، انا بس هنا هغير عشان لو حد لهش حاجه. ده اللي احنا الكولوم اللي احنا اشتغلنا عليه عشان نحسب ال 5 سمري ستاتستكس. اول حاجه بنعملها ان احنا بنرتب الداتا ديت من الاصغر للاكبر. قلبنا الداتا اهو، رتبناها من الاصغر، اصغر حاجه 58 واكبر حاجه 228. اصغر ده اصغر قيمه ديت هي المينيمم، اللي هي المينيمم دي واللي هي بتبقى موجوده في البوكس بلوت هنا. انتوا لو شفتوا بوكس بلوت وفي اللي هو الشرطه اللي بالعرض ديت، ده معناه ده المينيمم بتاع الداتا بتاعتك، او هتلاقي نفس الارقام دي. واكبر قيمه هنا هي الماكسيمم اللي هي 228، اللي هي برده موجوده في الشرطه اللي بالعرض اللي فوق هنا والماكسيمم هنا. اوكي، نيجي بقى للميديان. يعني ايه ميديان؟ الميديان هي القيمه اللي بتقسم الداتا بالنص. يعني دي الداتا اللي عندك، عايزين نشوف النص كام. هو في العادي لو الداتا فرد يعني مش بتحتاج تعمل اللي احنا عاملينه هنا، بس احنا العدد يعني مش عارفين نقسم الداتا بالنص بالظبط، فقمنا جبنا القيمتين اللي في النص وقسمناهم على 2. انتوا لو جبتوا كالكوليتر دلوقتي وجمعتوا 105 زائد 120 على 2 هطلع لكم الميديان ب 113، اللي هو زي اللي هنا ده، اللي هو زي الخط اللي في النص اللي في البوكس بلوت ده. ده الميديان اللي هو القيمه اللي بتقسم الداتا بالنص. عشان لو شفت بوكس بلوت وخط في النص كده تبقوا فاهمين الخط في النص ده ايه. ده 113 ده اللي هو الميديان. اوكي، نيجي بقى للفيرست كوارتايل والثيرد كوارتايل. احنا قلنا ان الميديان ده هنا هو اللي بيقسم الداتا اللي في النص، وده المينيمم وده الماكسيمم. معنى كده ان دي 50% من الداتا ودي 50% من الداتا، صح؟ طب نص ال 50% ايه؟ اللي هي هنا دي 25%. 25 القيمه بقى اللي بتقسم 25% من الداتا ديت هي الفيرست كوارتايل، اللي هي ال 25% كوارتايل، اللي هي هتلاقيها في المربع اللي هو الضلع الضلع اللي هو اللي تحت من المربع اللي هي 77.2. انتوا لو جيتوا هنا جمعتوا 76 زائد 80 على 2 هتلاقيها 77.2. ونفس الكلام في الثيرد كوارتايل. الثيرد كوارتايل ده اللي هو ايه؟ الميديان، هي القيمه اللي بتقسم الداتا عندنا في النص. والماكسيمم اللي هي اكبر قيمه هنا الحته دي 50%. طب نص ال 50% 25%، يبقى القيمه اللي بتقسم 25% دي هنا الثيرد كوارتايل. ايه بقى الانتر كوارتال رينج ده؟ الثيرد كوارتال اللي هي برضو هتلاقي هنا الضلع اللي فوق خالص من المربع اللي هي 183، ده الثيرد كوارتايل وده الفيرست كوارتايل. اوكي، الميديان اللي هو يعتبر السكند كوارتايل اللي هو بيقسم الداتا في النص. ايه بقى الانتر كوارتال رينج؟ لان انت يعني بعد كده قدام المفروض ان احنا عارفين الداتا بتبقى حاجه اسمها نورمال ونات نورمال. المفروض لو الداتا نات نورمال بتريبورت الميديان والانتر كوارتال رينج بتاعها. الانتر كوارتال رينج بتاعها اللي هو طريقه من طرق وصف الديسبرشن بتاع الداتا حوالين الميديان. ايه بقى الانتر كوارتال رينج؟ اللي هو الفرق ما بين الفيرست كوارتال والثيرد كوارتال، اللي هو الحته دي. ده الانتر، يعني احنا من الاخر هنطرح Q1 ناقص Q3 هيطلع لنا الانتر كوارتال رينج الحته دي. فانت لما تيجي تقول عايز توصف الداتا تقول الميديان هي القيمه اللي بتقسم الداتا في النص 113، والانتر كوارتال رينج بتاعها 77 ناقص 183 105، معنى كده ان الداتا في الحته اللي هي دي، اللي هي دي الفرق ما بين دي ودي 105، والقيمه الوسيطه دي اللي هي 113، سوري اللي هو الميديان. 130 ديت اللي هي الميديان، اللي هي الداتا القيمه اللي في النص، اللي هو احنا قلنا المين عدد الداتا على سوري مجموع الداتا السام على النمبر، مجموع الداتا على النمبر بس. فدوت انا عارفه ان السمري الداتا سمري بتاع النوميريكال داتا بتبقى رخمه شويه، بس ديت مختصرها. يعني حد عنده اي سؤال في الحته دي؟
انا دلوقتي بقيت شايفه الشات، فلو حد عنده سؤال عشان بس الحته دي بتبقى رخمه. اوكي تمام. اوكي بس ما ممكن تكتبي في الشات، بس ما سعيد raised hand، فممكن تكتبي في الشات سؤالك. خلاص لغاية لما تكتبي سؤالك نبقى نرجع للحتة دي تاني. خلاص اوكي تمام. الـ importance بتاع الـ interquartile range هو بس طريقة للـ reporting للـ data بتاعتك. هو يعني احنا لما بيكون الـ data عندنا، يا اما بنعمل لها reporting ان احنا نشوف ايه القيمة الوسيطة اللي هي الـ median، وايه القيم اللي حواليها. يعني انت لو هتلاحظي، لو هتاخدي بالك، كان الانتر كوارتر رينج هو الفرق ما بين الفيرست كوارتر والثيرد كوارتر. معنى كده ان معظم الداتا موجوده في الحته دي اللي هو الديسبيرشن بتاع الداتا حوالين الميديان. هو بس ده مهمته، انت تشوفي الداتا معظمها متركزه فين. السمري بتاع الديسكريبتيف ستاتستكس، المفروض ان احنا بعد ما خلصنا الديسكريبتيف ستاتستكس ان احنا نكون عارفين نيميريكال داتا، بنعمل لها ريبورتنج بالميديان والستاندرد ديفيشن، عارفين يعني ايه ميديان، عارفين يعني ايه انتر كوارتر رينج. في بقى حاجه اسمها مود، المود ده انا ما قلتوش يعني، بس المود باختصار هو القيمه الاكثر تكررا في الداتا. يعني مثلا لو عندنا داتا 1 2 3 3 4 3 5 6، ايه الاكثر تكررا هنا؟ التلاتة، التلاتة اتكررت 3 مرات، فيبقى المود بتاعها هو 3. أنا بس قلت أقول لكم عشان لو حد قرأ كلمة مود يبقى فاهم يعني إيه، يعني المود كذا يبقى القيمة دي هي أكتر قيمة مكررة في الداتا اللي عندي. والمينيمم والماكسيمم، وإحنا بنعمل فيجواليزيشن للنيوميريكال داتا غالبا بأكسبوت وهيستوجرام. هيستوجرام زي أكسبوت بس بيبقى بشكل عواميد بدل ما هو مربع يعني. الكاتيجوريكال داتا بنعمل لها ريبورتنج بالان الفريكونسي اللي هو الكاونت او عددهم يعني، والبرسنتج، وغالبا بنعمل لها ريبورتنج بالباي تشارت. الباي تشارت ما بقاش في ناس كتير بتستخدمه، بس الباي تشارت هي عباره عن دايره ومجموعها 100%، فبتقسمها بقى ميل 50% في ميل 50% ايا كان. المهم في الاخر ان مجموع الداتا اللي بتبقى موجوده في الباي تشارت بيبقى 100%. تمام، نيجي بقى ندخل على السكشن الثاني من السيشن بتاعتنا، inferential statistics. احنا قبل كده قلنا الـ inferential statistics ان احنا ما بنقدرش نقيس الـ population كلها، فاحنا بناخد sample زي ده، دي الـ hypothesis بتاعتنا هنا. دي الـ hypothesis بتاعتنا هنا ان احنا مثلا عايزين نشوف الـ difference ما بين drug A و drug B على الـ fasting blood glucose level. احنا مش هنقدر نقيس البوبوليشن كلهم اللي بياخدوا دراج A و B، فبناخد سامبل من البوبوليشن دي، وبعد كده بنعمل تيست على السامبل بتاعتنا، والنتائج بتاعتها بننفير الريزلت. يعني ده معنى كلمة inferential، ان احنا بننفير الريزلت اللي طلعت لنا على البوبوليشن، وفي الاخر بندرو كونكلوجن على البوبوليشن دي ان دراج A احسن من B او مفيش فرق ما بينهم او ايا كان النتيجه اللي هتطلع لنا. احنا بننفير النتيجه دي من السامبل على البوبوليشن، ده معنى الانفرنشال ستاتستكس. طب اصلا الانفرنشال ستاتستكس بنعمله ليه؟ غالبا بنسبه كبيره ان احنا بنعمله عشان نفايند ريليشن شيب بتوين اندبندنت وديبندنت فاريبل. يعني ايه؟ يعني مثلا عايزين نشوف ريليشن شيب بتوين الهايت والويت. المثال ده كنا بناخده في المدرسه كتير، اللي هو هل في علاقه ما بين الهايت والويت؟ في علاقة، ان هو كل ما الهايت بيزيد الويت بيزيد. فمعنى كده ايه؟ ان ان في علاقة ما بينهم. بس هل في علاقة ما بين الويت بقى والهايت، ان هو هل كل ما بالهايت هل كل ما الويت بيزيد الهايت بيزيد؟ لا، ده الفرق ما بين الاندبندنت والديبندنت، ان الويت بيبقى ديبندنت على الهايت، ان هو كل ما بالهايت بيزيد ده اندبندنت. هو الهايت بيزيد مع نفسه، الويت بيزيد معاه، يبقى الويت ديبندنت على الهايت. بس تيجي بقى الهايت بيزيد الويت بيزيد، لا سوري انا عكست، كل ما بالهايت بيزيد كل ما الويت بيزيد، فمعنى كده ان ده الديبندنت. ماشي. ونوع تاني من انواع الريليشن شيب ان احنا مثلا عايزين نشوف هل الايدج والسكس مثلا ريسك فاكتور للهايبرتنشن ولا لا. كل حاجه غالبا في الـ
في الريسيرش بتبقى inferential statistics بنسبة كبيرة، ان احنا بنشوف الريليشنز ما بين الحاجات، الايدج بريسك فاكتور الهايبرتنشن ولا لا، طب الايدج، طب مثلا لو حد عنده كاردياك كونديشن بيزود نسبه انه يجي له هايبرتنشن ولا لا، ودي كلها ريليشنز ما بين فاريبلز. عايزين نشوف بقى الريليشن ديت ايه النظام ما بينهم. ده معنى الانفرنشال ستاتستكس. اوكي، احنا قلنا من الاول ان عندنا نوعين من الداتا، احنا كان لازم نعرف انواع الداتا لان هي كل حاجه بعد كده بتعتمد على حسب نوع الداتا اللي عندنا. انا دلوقتي هنتكلم في البيزكس خالص. لو عندنا تو جروبس اللي هو سامبل A وسامبل B في كل حاجه، لان احنا دي انتدكشن مش هندخل في حاجات كبيره. فلو عندنا من الاول تايب اوف داتا، عندنا نيوميريكال جروب. النيوميريكال جروب ديت بيبقى نشوف الاول في حاجتين من التايب اوف داتا، بارامتريك داتا ونون بارامتريك داتا. حد عارف عن ايه بارامتريك؟ اول اسئله في الاخر. اوكي، بارامتريك داتا دي ترمينولوجي قريبه، المفروض ان انتوا لما تقروا كلمه بارامتريك في اي حته تبقوا فاهمين يعني ايه بارامتريك داتا. بارامتريك داتا يعني الداتا دي نورمالي ديستريبيوتد، ونون بارامتريك داتا يعني نوت نورمالي ديستريبيوتد. هشرح في السلايد الجايه يعني ايه نورمالي ديستريبيوتد اصلا، بس خليكم عارفين ان هي بارامتريك ديت ان الداتا نورمالي ديستريبيوتد. لو عندنا نيوميريكال داتا تو جروبس ونورمالي ديستريبيوتد بنعمل تي تيست، ولو عندنا تو جروبس نيوميريكال ونون بارامتريك بنعمل الكوكسن تيست. احنا النهارده هنتكلم على التي تيست اللي هو البيزك خالص. طب لو الداتا عندنا اصلا كاتيجوريكال بنعمل كاي سكوير تيست وفيشر فيشر اكزاكت وميكنيمور. دي انواع من الكاتيجوريكال تيست. الاكثر حاجه مشهوره الكاي سكوير، فالنهارده هنتكلم على الكاي سكوير وهقول لكم امتى بنستخدم الفيشر والميكنيمور، بس مش هنتكلم عليهم يعني. اوكي، حد عارف ايه ده؟ ده حاجه اسمها البيل كيرف. انا في السلايد اللي فاتت كنت بسالكم حد عارف الفرق ما بين البارامتريك داتا والنون بارامتريك داتا. دي البيل كيرف دوت، ده الكيرف بتاع النورمال بالظبط، النورمال ديستريبيوشن بالظبط. الكيرف ده بتاع النورمال ديستريبيوشن. يعني ايه اصلا النورمال ديستريبيوشن؟ معظم الداتا اللي موجوده حوالينا بتبقى نورمال ديستريبيوشن في الغالب، يعني بتبقى نورمال ديستريبيوتد. انا هنا مثلا لو خدت الناس اللي حاضرين معايا في السيشن ديت وعملت لهم اكزام، اوكي، وشفت نتيجه الاكزامز بتاعتهم وعملت لها بلوتينج، هتطلع بالشكل ده. يعني ايه الشكل ده؟ ان معظم الناس جابت النتيجه في النص، اللي هو ال 95% من الناس بتجيب اللي هي النتيجه اللي في النص دي، وناس قليله قوي اللي هم اللور تيل بيجيبوا نتيجه قليله، وناس قليلة قوي لما الأبر تيل بيجيبوا نتيجة عالية. ده معنى البيل كيرف. هتلاقي الموضوع ده برضو في الهايت. وانت مثلا لو جبت بوبليشن معينة واستلهم الطول بتاعهم كلهم، جيت مثلا عملته في كيرف، هيطلع بنفس الطريقة دي، ان معظم الناس طولها في الحتة اللي في النص، ناس قليلة طولها في الحتة اللور تيل دي، وناس قليلة طولها في الأبر تيل. ده معنى اللي هو النورمال ديستريبيوشن. فاحنا عشان خاطر نعمل تي تيست لازم الداتا عندنا تبقى نورمالي ديستريبيوتد. دي بس حاجه تبقوا عارفينها. ويعني تيرم تاني للنورمال ديستريبيوتد ان هي بارامتريك، او ده الترم الاصح ان هي بارامتريك، البارامتريك داتا. نيجي بقى نتكلم بقى في التي تيست. احنا زي ما قلنا احنا امتى بنستخدم التي تيست؟ لما تكون الداتا عندنا فولفيلنج بارامتريك اسامبشن اي كي اي ان هي تبقى نورمالي ديستريبيوتد وتبقى ان هي نيوميريكال. التي تيست ده بيتعمل على الداتا النيوميريكال. ليه؟ لان التست ده بيقيس ديفرنس ان مينز، اللي هو مثلا عندنا سامبل A وسامبل B، بنقيس الفرق ما بين المين بتاع سامبل A والفرق بتاع مين سامبل B، وبنشوف بقى الديفرنس دوت انزوم. هنتكلم بعد كده قدام. طب عايزين نعرف اول حاجه ان التي تيست ليهم 3 تايبس. اول حاجه وان سامبل تي تيست، هي باينه من اسمها وهي وان سامبل. طب الوان سامبل ديت احنا بنقول، قلنا ان احنا بنقيس ديفرنس ان مين، بنقيسها بين ايه؟ بنقيس ال difference ما بين ال one sample دي وال population الناس كلها عامة. ال independent sample t test أو ال two sample t test، أن احنا عندنا two samples وبنقيس المين، الفرق المين ما بينهم، ما بين ال two samples دول. طب ال paired sample t test، هي نفس الأشخاص بس in different point in time. يعني إيه؟ يعني مثلا أنا هنجيب نفس ال patients قبل ما ياخدوا ال drug، ونقيس مثلا قبل ما اخد مثلا الدراج بتاع بلاد بريشر، نقيس لهم مثلا البلاد بريشر بتاعهم، وبعد مثلا اسبوعين هنجيبهم تاني، بعد اسبوعين ما خدوا الدواء هنجيبهم تاني ونقيس البلاد بريشر بتاعهم دوت. هم نفس الاشخاص، مش اشخاص مختلفه. هنا مثلا دي اشخاص مختلفه، ده بيبقى اسمه سامبل تي بيرد سامبل تي تيست، ان هم بيرد، ان هم نفس الشخص
مش independent. Independent باينين ان هم مختلفين، ده مش ده، بيرد مع بعض بس كده. اول حاجة نيجي نتكلم عن one sample t-test. ده الرول بتاع التيتست. التيتست ديت اللي هي القيمة اللي التيتست بيطلعها، هو بيبقى عبارة عن التي بتساوي المين ماينس المو على الستاندرد ديفيجن على السكوير رول بتاع الان. هو الدنيا مكعبلة شوية، وانتوا اصلا يعني الدنيا دي دلوقتي ما بتشتغلوش بيها، لما تشتغلوا باي ستاتيك ما بتشتغلوش بيها، واصلا عندنا برامج كتير قوي سواء بايثون ار واس بي اس وستات والحاجات دي، هو بيعمل الحاجات دي في الباك جراوند، بس انا بس حطيتها لكم عشان تبقوا فاهمين الدنيا جت منين، يعني بيعمل ايه التي تيست ده. المين دوت المين بتاع السامبل بتاعنا، الميو اللي هو الثيوريتيكال فاليو او البوبوليشن مين، اوكي، الستاندرد ديفيشن ده بتاع السامبل بتاعنا، والان ديت اللي هي النمبر اوف سامبل بتاعتنا. طب في ناس ممكن تقول لك طب انا اصلا هجيب البوبوليشن مين ازاي؟ هو اصلا المفروض في الـ في الـ في الـ في الايكويشن دي، الايكويشن دي كانت بتبقى بتاعت اللي هي الزد، وكان المفروض هنا الستاندرد ديفيشن بتاع البوبوليشن، بس بما ان احنا ما نقدرش نقيس الستاندرد ديفيشن بتاع البوبوليشن فقلبناها لتي، وبقت الستاندرد ديفيشن بتاعت السامبل. بس ممكن نجيب البوبوليشن مين، بنجيبها ازاي؟ بنجيبها من دبليو اتش او والهيلث داتا بيس، اي حاجه فيها داتا بيس بتاعت البلد ذات نفسها ممكن نجيب منها البوبوليشن مين. يعني اصلا في مصر اللي هي حمله 100 مليون صحه اللي هم كانوا بيقيسوا الناس الحاجات بتاعتهم الايج والبلد بريشر والهايت والويت وي 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 عشان يعملوا داتا بيز، انت المفروض ان هو بعد كده قدام يعني 100 مليون صحه دي هتعمل داتا بيز تقدر تحدد منها مثلا البوبوليشن مين بتاع الشعب المصري مثلا في البلد بريشر او في الويت او في الهايت او كده، عشان لو حد عايز يعمل وان سامبل تي تيست. بس طبعا يعني هو في المنطقة العربية ما فيش الداتا بيز ديت كبيرة زي بره مصر. اوكي، اول حاجة المفروض نعرفها ان احنا لما بنيجي نعمل ريسيرش قبل ما نيجي نعمل اصلا التست، بيبقى عايزين ايه الهايبوثيسيس بتاعتنا، احنا عايزين نثبت ايه او ننفي ايه. النال هايبوثيسيس ديت دايما بيقول لك ان هو في الغالب يعني ان هو ما فيش فرق. النال هايبوثيسيس، النال هايبوثيسيس يعني زيرو، ان هو ما فيش فرق. فالنال هايبوثيسيس هنا عندنا ان ما فيش فرق ما بين البوبوليشن مين والسامبل مين، ايه مفيش difference بتاعتهم. معنى كده ان النال هايبوثيسيس عندنا ان المين بتاعت البوبوليشن هتبقى هي نفس المين بتاعت السامبل، مفيش فرق ما بينهم، النال هايبوثيسيس. بس احنا عايزين نثبت الالترناتيف هايبوثيسيس اللي هو ايه، ان في difference ما بين البوبوليشن مين والسامبل مين، ايه ان المين بتاع السامبل مش نفس المين بتاع البوبوليشن، ما بيسووش بعض. اوكي، دي يعني ما تتخضوش من السلايد ديت، انا بس قلت عشان تفهموا الدنيا جت ازاي. انا شغاله بالار، فانا مش مطلوب يعني في السيشن ديت احنا مش هنعرف احنا بنعمل تيستات ازاي في الار، بس انا جبت لكم زي سكرين شوت من الريزلت اللي بتطلع عشان لو حد قرا بعد كده الريزلت في اي حته يفهم يعني ايه الريزلت دي. احنا هنا باختصار انا هبدا من هنا وهطبق على البلوت، ان انا بنقول له ار اعمل لنا تي تيست للسامبل بتاعتنا. السامبل بتاعتنا دي بيبقى فيها ايه؟ فيها فاستنج بلاد جلوكوز ليفل، ماشي. قيس لي الفرق، اعمل لي بالتي تيست شوف لي الفرق ما بين السامبل ديت وما بين المو اللي هي البوبوليشن مين. احنا هنا يعني انا مثلا فتحت داتا بيز اكس ولقيت ان البوبوليشن مين بتاع الفاستنج بلاد جلوكوز ليفل 90، فقلت له هنا ان المين بوبوليشن 90، شوف لي بقى في فرق ما بين المينز بتاعت السامبل والبوبوليشن ديت ولا لا، وبكونفيدنس انترفال 95. يعني هشرح لكم بعد كده يعني ايه كونفيدنس انترفال 95. جاب لي النتيجه، احنا عملنا وان سامبل تي تيست، والتي ديت النتيجه اللي طلعت من القانون ده. دلوقتي يعني زمان كان المفروض ان هو بيعملوا اللي هو الرول ده ويجيبوا ويطلعوا بيه النتيجه، وفي بيبقى زي شيت كده كتيره ويشوفوا النتيجه ديت مع الداتا الديجري اوف فريدم كام فهتطلع لي البي فاليو كام. دلوقتي لا، هو الكمبيوتر بيطلعها لي على طول، هو بيقول لك النتيجه كذا والديجري اوف فريدم بتاعتك كذا. مش لازم تعرفوا الديجري اوف فريدم دلوقتي دي يعني ايه، يعني ممكن بعد كده لو عندنا وقت نبقى نشرحها. بس اللي عايزين نشوفه من الريزلت ده البي فاليو. البي فاليو دي هو من الاخر بيقول لك في statistical significant difference ما بين السامبل والpopulation ولا لا. rule of thumb او في معظم الاوقات انه بيقول لك لو البي فاليو اقل من 0.05 هيبقى في statistical significant difference. 0.05 دي معظم الاوقات،
القيمة دي اللي هي 0.2 أعلى ولا أقل من 0.05؟ أعلى، معنى كده إن مفيش difference ما بين الـ sample والـ population. طب احنا عايزين برضو نأكد الموضوع ده ازاي؟ ان احنا نبص على confidence interval. انا شغلت لكم هشرح لكم يعني ايه confidence interval. اول حاجة احنا هنا ليه هنا عامل هنا بالكيرف؟ لان احنا قلنا ان الـ t-test اصلا بنعمله لو الداتا normally distributed، فهتبقى شبه النورمال distribution اللي هو شبه بالكيرف. الـ confidence interval ان احنا لما نيجي ناخد sample من الـ population ونقيس لها الـ blood glucose level بتاعتها 95، لو سي مثلا سحبنا السامبل ديت 100% 100 مره، سحبنا السامبل ديت 100 مره، الخط وحش قوي، اوكي 95% من ال 100 مره ديت البلد كوكوز ليفل بتاعتهم هيقع في الحته الصفراء دي اللي هي الحته الاكثر تكررا يعني، و5% او 0.05 يعني هتقع في الابر confidence interval واللور confidence interval. لما تقع في الحتة الصفرة دي معنى كده ان هي زيها زي population، مفيش فرق ما بينها وبين population، اللي هو مفيش فرق ما بين السامبل وما بين population. بس لو وقعت في الحتة اللي هي اللور والأبر، لا ساعتها بنقول ان في فرق ما بين السامبل والpopulation mean. اوكي نرجع تاني للconfidence interval عشان نفهم يعني ايه confidence interval. هو هنا في الار حسب لي قال لي ان 95% confidence interval ما بين الخمسه، ما بين 85 و91. يعني ايه معنى كده؟ ان معظم البوبوليشن blood glucose level بتاعتهم ما بين 85 اللي هي lower confidence interval اللي هي دي هنا 85، وما بين 91 اللي هي الابر upper confidence interval اللي هي هنا. احنا هنا طلع لنا ان السامبل مين بتاعنا 88. 88 دي في النص ما بين ال 85 و91 ولا لا؟ في النص. معنى كده ان هي فعلا في النص، ان هي ما فيش فرق ما بينها وما بين البوبوليشن. بس لو كانت طلعت اقل من 85 كانت هتبقى في الحته دي، فكانت هتبقى لا في statistical significant difference. لو كانت طلعت اعلى من 91 كانت هتبقى في الحته دي، فكانت هتبقى لا في statistical significant difference. معنى كده ان هي ما فيش statistical significant difference. يبقى الداتا اللي عندنا ديت هنا بتؤيد النال هايبوثيسيس ولا الالترناتيف هايبوثيسيس؟ النال هايبوثيسيس، لان النال هايبوثيسيس بنقول ان ما فيش فرق ما بين البوبوليشن مين والسامبل مين، واحنا هنا بالكونفيدنس انترفال والبي فاليو فعلا ما فيش فرق ما بين البوبوليشن مين والسامبل مين. بس هنا يعني زي اليرت كده، احنا المفروض ما نقولش وي اكسبت النال هايبوثيسيس. احنا ما بنقولش كده، احنا بنقول ايه الحته دي بس بتلخبط، وي فيل تو ريجكت ذا نال هايبوثيسيس. يعني احنا مش قادرين نرفض النال هايبوثيسيس، مش ان احنا هنكسبت النال هايبوثيسيس. ليه احنا مش قادرين نرفض النال هايبوثيسيس؟ عشان ما عندناش الايفيدنس الكفايه ان احنا نرجكت بيها النال هايبوثيسيس. مش معنى كده ان هي غلط او صح، احنا بس ما عندناش الايفيدنس، فعشان كده بنقول احنا فشلنا ان احنا نرفض النال هايبوثيسيس، مش ان احنا قبلنا بالنال هايبوثيسيس. فالحته دي لو حد برضو متلخبط فيها يبقى يسالني في الاخر. المفروض ان يعني الناس تبقى فهمت الكلكعة الكبيرة اللي قدامنا ديت، ويعني ايه null hypothesis و confidence interval و t-test وكده. اوكي احنا قلنا ان المنطقة اللي في النص دي الصفرة هي 95% confidence interval. طب ال 0.05 اللي باقيين دول متوزعين فين؟ متوزعين بالنص هنا 0.25 وبالنص هنا 0.25 هنا دوت، لو عندنا في الجزئين الابر تيل واللور تيل. اوكي لو اوقات بتبقى في بيل كيرف كده بيبقى بس اللي هو 1 تيل ما بيبقاش 2 تيل، ساعتها بتبقى الحته دي كلها هي الاو بوينت. بس الحته دي هتلخبطكم، فخلينا كده فاهمين الدنيا كده. تمام نيجي بقى للاندبندنت تي تيست او التو سامبل تي تيست. هي زيها بالظبط زي الوان سامبل تي تيست، الفروقات بسيطه. الفرق ان احنا هنا بدل ما بنشوف الديفرنس ان مين ما بين البوبوليشن والسامبل، احنا بنشوف ما بين تو سامبلز. فهي الاكس 1 ديت اللي هي سامبل 1 والاكس 2 اللي هي سامبل 2. وبما ان احنا بقى عندنا تو سامبل فبقى عندنا تو ستاندرد ديفيشن، وبقى عندنا تو سامبل نمبر. في الاول كان عندنا لا هو 1 سامبل والباقي بوبوليشن، فبس هي يعني هو هتلاقي هو الرول ده هو اللي فات، بس احنا بس زودنا تو ستاندرد ديفيشن وتو سامبل نمبر. اوكي امتى بقى بستخدم التست ده؟ لما يكون عندنا الداتا فاليو الداتا اندبندنت، يعني مش نفس الشخص، يعني دي سامبل ودي سامبل تانية مش نفس الاشخاص، والتو دول راندملي سامبل من تو بوبوليشن.
ساعتها بنستخدم اللي هو الاندبندنت تو تيست او التو سامبل تي تيست. اوكي انا خدت بالي ان 5 مينوت يومين، هحاول اجري الحته دي بسرعه. نفس الكلام هنا، ان النال هايبوثيسس في التو سامبل تو تيست ان مفيش فرق في المين ما بين التو سامبل، وفي الالترناتيف هايبوثيسس لا، ان في فرق، ان المين بتاع سامبل 1 مش نفس المين بتاع سامبل 2. اوكي الاندبندنت تي تيست او تو سامبل تي تيست نفس الكلام هنا، احنا في الار قلنا الار اعمل لنا تي تيست ما بين السامبل اللي واخده دراج A والسامبل اللي واخده دراج B، بس احنا هنا عملنا المو ايكوال زيرو. ليه؟ لان احنا بنقول اعتبر ان النال هايبوثيسس هنا ان مفيش فرق ما بين المين بتاع دراج A ومفيش والدراج B، ان الفرق ما بين المين بتاع دراج A والدراج B زيرو. هو شوف لي بقى الفرضيه دي صح ولا غلط. اوكي فهيطلع لي هنا الويلش تو سامبل، هنا جاب ان هي تو سامبل، وقال البي فاليو هنا 3.03E. ده معنى كده ان الرقم ده معناه ان هو قبل 3 في 8 تصفار، فان هي فعلا اقل من 0.05، معنى كده ان هي ايه statistically significant difference، في statistically significant difference. طب احنا زي المره اللي فاتت نشوف الموضوع ده برضو بالconfidence interval. هنا هتلاقي الconfidence interval جاي بطريقه مختلفه، مش جاي بان هي بالكيرف مثلا هنا اهو، لان هو هنا بيقيس الديفرنس ما بين A و B، يشوف الفرق ما بين المين ده والمين ده ويشوف الفرق ما بينهم عامل ازاي. اوكي النال هايبوثيسس بتاعتنا بتقول ان الفرق ما بينهم صفر، بس احنا هنا لقينا في الكونفيدنس انترفال ان هو جايب لي الكونفيدنس انترفال بتاع التست ده نيجاتيف 7 ونيجاتيف 3. هل في زيرو في النص وقع ما بين النيجاتيف 7 والنيجاتيف 3؟ لا. يبقى معنى كده فعلا ان الكونفيدنس انترفال بياكد لي ان احنا هنريجكت النال هايبوثيسس، ان النال هايبوثيسس مش صح، ان مفيش زيرو وقع في النص ما بينهم. ففعلا بتاكد ان البي فاليو ان في ديفرنس ما بين المين بتاع سامبل A وسامبل B. وهنا بيقول لك سامبل اكس سامبل A يعني بتاعت اكس 99 بلد جلوكوز ليفل وسامبل Y 105. معنى كده بالقرايات اللي قدامنا ان دراج A قلل البلد جلوكوز ليفل ل 99 ودراج B قلل البلد جلوكوز ليفل ل 105، معنى كان دراج A أحسن من دراج B. دراج A قلل ل 99 دراج B قلل ل 105. فاحنا عشان نفهم إيه الكلام ده بيقول لك هنا، يعني خد بالك مش معنى إن في فعلا فرق statistical significant difference ما بين دراج A و B إن في clinical difference. يعني في ناس ممكن تقول لك لا ده قلل ده الفرق ما بينهم بس 5 درجات، 5 درجات دول ممكن ما يفرقوش في الكلينيكال أو في الريل وورلد، بس في بس التست بيقول إن هو في statistical significant difference. ده هنا البير تي تيست، هو زيه زي السامبل تي تيست بس بيفور وافتر، عشان احنا قلنا هو نفس الشخص بنجيبه نقيس له قبل الدراج وبعد الدراج. اوقات في ناس بتقول لك ان البير تي تيست بيستخدموها للاي دروبس، الاي دروبس ان هم نفس الشخص يحطوا له في عين والعين الثانيه ساعتها بيعتبروه بير تي تيست لان هو نفس الشخص. والتوينز اوقات بيعتبروا ان التوينز ديت نفس الشخص، ان مفيش فرق ما بين الاشخاص فبيعتبروها بيرتي تيست. والديرما ميديسن اوقات بيحطوا على ارم والارم الثانيه نفس الشخص فهو بيعتبروه بيرتي تيست، ان هو الشخص بيأكت از هيز اون كنترول، ملوش كنترول، مفيش حد تاني. وهنا هنا نفس برضو النتيجه ان البيرتي تيست بنقول له قيس لي بيفور والافتر، ونفس الكلام الميو بتساوي زيرو، ان النال هايبوثيسس بتاعتنا ان مفيش فرق في المين ما بين البيفور والافتر. وشوف لي بقى الكلام ده صح ولا غلط. هنا جاب لي قال لي نفس الكلام البي فاليو اقل من 0.05، معنى كان ان في statistical significant difference ما بين البيفور والافتر. والكونفيدنس انترفال نفس الكلام هنا اللي هو ما بين 17 وال 21، مفيش زيرو في النص ما بين 17 وال 21، معنى كان ان الكونفيدنس انترفال بعيد عن النال هايبوثيسس، بعيد عن الزيرو. النال هايبوثيسس ان الفرق ما بينهم زيرو، هنا لا، الفرق ما بينهم ما بين 17 و21، فهو فعلا في difference ما بين البيفور والافتر. ايه بقى معنى ان القيمه دي اللي هي 19 مين difference طلع لنا بوزيتيف؟ معنى كده ان فعلا الدواء قلل لي البلاد بريشر، ان هو البيفور كان اعلى من الافتر فالنتيجه طلع لي بالبوزيتيف. لو كانت مثلا النتيجه طلع لي بالنيجاتيف كمان كان ان الافتر القيمه اعلى، ان هو بيطرح البيفور زي مثلا البيفور مثلا 150 والافتر 130 فالفرق ما بينهم 20، يبقى الافتر فعلا الدراج قلل لي فعلا البلاد بريشر. بس لو كان العكس، لو كان مثلا 150 وعكا 170
كان هيطلع لي بالنيجاتيف، معنى كان الدرج بالعكس هو البلد بريشر بتاعهم زاد، او مثلا لو 150 و150 ما كان ما فيش فرق، ان كان الديفرنس المين بتاعهم هيبقى بزيرو فما فيش فرق، بس المين اوف ديفرنس والكونفيدنس انترفال والبي فاليو كله بيقول ان فعلا ان في statistical significant difference ما بين ال before وال after. أنا مش عارفة في وقت لل chi square ولا لأ، يعني ممكن تقولي في الشات. نو خلاص، يعني كان نفسي أكمل معاكم، كنت حاطة لكم حاجات كتير يعني. أنا الإيميل بتاعي هنا، لو في حد عنده أي سؤال أشرحه له أو أي حاجة في ال statistics ممكن يشرحه لي، ممكن يبعت لي وأنا هرد عليه. وبجد مبسوطة قوي ان انا كنت معاكم في السيشن دي.